برضه عايزين نقول الهزيمة لا قدر الله مش مشكلة خالص، يعني الهزيمة من المنتخب الأرجواني قد تكون متوقعة، ولكن إن شاء الله حتى لو كانت هزيمة، لا خلينا في الواقع، لو كانت حتى النتيجة بهزيمة ما تكونش النتيجة تقيلة، يعني تكون نتيجة غير محبطة في البداية زي المنتخب السعودي، لكن كل التوفيق للمنتخب المصري، نتمنى بداية موفقة وإن كانت المباراة صعبة على المنتخب المصري. إن شاء الله بإذن الله يعني نحتفل النهاردة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا للأستاذ إيهاب الخطيب والأستاذ بليغ أبو عايد، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. مشاهدينا بكده ينتهي الجزء الأول من تغطيتنا، استنونا إن شاء الله بعد المباراة، وبعد المباراة بإذن الله يعني إحنا متفائلين إن إحنا هننقل لكم الصورة من هنا في يكاترينبورج وفي محيط يكاترينبورج أرينا، ونشوف إن شاء الله هتافات المصريين بعد المباراة. نلتقيكم بعد أول مباراة للمنتخب المصري في بطولة روسيا 2018، وأول مباراة يعود بها جيل محمد صلاح والنني وتريزيجيه وعبد الله السعيد إلى بطولات كأس العالم بعد غياب 28 سنة.